أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم عاوز أشارككم من مزمور جميل رائع بيتردد على أفواه الكثيرين. هذا المزمور يعتبر بمثابة مزمور حمد وتسبيح وشكر على بركات وحسنات الرب. ما بتشوف فيه طلبات ولا بتشوف فيه شكوى أو ما شابه. مزمور 103 ورح أقرأ أول 5 آيات. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا في هذا الوقت. هذا المزمور يعتبر علاج، يعتبر شفاء، يعتبر تعزية، يعتبر رجاء، يعتبر بركة. هذا المزمور يعتبر فعلا بيشفي الأمراض الجسدية والنفسية والعقلية والروحية أيضا. كم من الآلاف بل الملايين اللي تباركت من خلال هذه الوعود الجميلة. فهذا المزمور يعلمنا عن جوهر وطبيعة الله. إنه إله النعمة، إنه إله المحبة، إله الرحمة، إله الرأفة، يهتم بنا، يعتني فينا، ويريد الأفضل لحياتنا. ولاحظ من الآيات الأولى اللي قرأتها، وكأن المرنم داود طبعا بذكر نفسه: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني، كل ما في أحشائي، كل ما في أعماقي، ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. طبعا بذكر نفسه في بركات وحسنات الرب العديدة الكثيرة. واحدة من الترانيم القديمة اللي كنت بحبها كتير بتقول: إن جود الله يدعو للسرور. فعلا بتفرحنا، بتباركنا، وإنه عطايا وجود الله دايما بخلينا نتعجب من إحساناته، من بركاته. فمكتوب عنه: تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. منشوف عدة بركات في الآيات اللي قرأتها. أولا أحبائي، بركة غفران الخطايا، الذي يغفر جميع ذنوبك. مكتوب في مزمور 32 الآية الأولى: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. والنبي ميخا قال هذه العبارة: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب. هذا الغفران أحبائي تم من خلال يسوع المسيح، المكتوب عنه: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. فاحنا منسبح ومنمجد ومنشكر الرب على غفران جميع ذنوبنا، فالرب غفر خطايانا. ثم البركة الثانية هي بركة الشفاء، وهنا الشفاء أحبائي من المرض. وعندما أقول المرض فإنه يشفي من كل أنواع الأمراض. إنه صالح، مكتوب عنه: الرب شافينا، هي طبيعته، لأنه جاء ليشفينا. مكتوب عنه أيضا: الذي بحبره شفينا. وبالعهد الجديد لما بيقتبس الآية في إنجيل متى إصحاح 8 مكتوب: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. وفي رسالة بطرس مكتوب: الذي هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر.
الذي بجلدته شفيتم. فإذن بركة غفران الخطايا، بركة الشفاء، الشفاء الكامل من كل داء. ثم أحبائي من خلال المزمور اللي قرأناه منشوف بركة ثالثة، الإنقاذ من الموت، الذي يفدي من الحفرة حياتك. هذه الصرخة القديمة الحديثة اللي ما زال كل البشر بتصرخ، لكن الرب أنقذنا من الموت، وهو أيضا أحبائي باركنا بهذه البركة، فبيحمينا، بيعتني فينا، وبينقذنا من الموت. طبعا كل واحد راح يواجه الموت، لكن هون بيتكلم عن الموت المبكر، وبيتكلم عن الخوف من الموت. لكن المسيح عالج مشكلة الموت، وصار المؤمن يعني بنصرة المسيح، وتستمر إلى لقائنا مع يسوع المسيح، إذ نقول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فإذن يعني كما صرخ أيوب في القديم: علمت أن ولي حي والآخر على يقوم. فإذن الرب أنقذنا يعني من الموت، وهذه معاملات الله اللي بيهتم باحتياجاتنا. ثم أحباء بتكمل الآية: الذي يكللك بالرحمة والرأفة. يكلل يعني كلمة جميلة جدا، يتوج، يحيط، بحيطنا بوفرة من رحمة، من حنان، من رأفة. يكلل، عارف لما بيكللك بحيطك من كل ناحية. بتذكر الآية التي تقول: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. أما المتوكل على الله فالرحمة تحيط به، يعني عم بتحوطه، مش بس بتلاحقه، بتحوطه من كل مكان. أحبائي هذه هي عناية الرب لكل واحد، يكلل، يتوجنا بالرحمة والرأفة. هذا تعبير عن إحسانه، عن بركاته، عن رأفته، عن اهتمامه، عن عنايته، عن وقايته لكل واحد منا. ثم أحبائي مكتوب: الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. هم يتكلم عن تسديد الاحتياج، لكن مش أي احتياج، بغنى. فيملأ إلهي جميع احتياجكم بحسب غناه في المجد. بغنى يعني بوفرة كثيرة. فهو يشبع بالخير عمرك، مكتوب عنه: لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. مزمور 23 الآية الأولى: الرب راعية فلا يعوزني شيء. في آية 6: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. فإذن الخير والرحمة والشبع والبركة والوفرة هي دائما بتتبع الإنسان المؤمن. مشان هيك لما نظر داود إلى هذا، كتب بالوحي هذا المزمور، لم يستطع أن يعبر عن البركات الغزيرة العميقة، فيعطي طعام ويقيد الحياة، يعطينا الاكتفاء الكامل، يسدد كل احتياج بغنى. مكتوب أحبائي: فيتجدد مثل النسر شبابك. وفعلا كل واحد منا بحب يجددك طاقة جديدة، قوة جديدة، مثل النسر لما بيجدد قوته ونضارته وقدرته. والنسر أحبائي في الكتاب المقدس، يعني الكتاب في إشعياء 40 بيقول: وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، تحلق في السماويات. فإذن اللي بينتظر عم بجدد قوة، مثل ما النسر بجدد قوته. أجنحة كالنسور، شو النسر بيتميز؟
النسر بيتميز بالقوة، النسر بيتميز بالسرعة، بحلق بشكل سريع. النسر يعني بيمثل النضارة والشباب والحيوية، حتى لما بيكبر بالعمر بيرجع إلى العش وبينتظر، ويمكن بيضرب المنقار فبيجدد، فبصير عنده قوة جديدة حتى يستطيع أن يصطاد بالمخالب والمنقار. فالنسر يمثل القوة، يمثل السرعة، يمثل النضارة والحيوية. ثم النسر يمثل الرؤية، فالنسر هو الوحيد، الطائر الوحيد الذي يحلق ويستطيع أن ينظر إلى قرص الشمس في السماء. يوحنا البشير يلقب بعيني النسر، يعني الذي يستطيع أن يرى عن بعد. فالنسر وهو محلق كيلومترات يستطيع أن يرى السمكة في الماء، يستطيع أن يرى الأرنب وهو يجري، ويستطيع أن يرى من بعد كبير. فإذن بيتجدد فينا النضارة، القوة، السرعة، الحيوية، الرؤية. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نتمتع بالرؤية الإلهية ونتمتع بالحضور الإلهي. تعرف الرب لما وعد شعبه قال: وأنا حملتكم على أجنحة النسور، في خروج 19 آية 4. حقا إنه مزمور حمد، مزمور بركة، بيظهر محبة الله العظيمة، تظهر لنا سجايا ومواصفات وخصائص هذا الإله المحب، تعبير عن بركات الله، تعبير عن نعمة الله التي لا نستحقها. إنه مزمور شكر وليس شكوى. نعم، يظهر لنا محبة الرب، غفران الرب، خلاص الرب، لطف، إحسان، رحمة، غفران، صبر وعطف الرب. كل هذا منشوفه في المزمور. كل هذه العطايا على حساب النعمة، يعني أنا وإنت ما منستاهلها، لكن الله أنعم علينا. وهي النعمة أحبائي من خلال يسوع المسيح. هذا المزمور نابع عن اختبار حقيقي، مش بس بيورينا طبيعة الله وصفات الله وسجايا الله، يعني بنتعلم عن نعمة الله اللامحدودة، محبة الله الغير مشروطة. فعندما يمر المؤمن بهذا الاختبار يستطيع أن يرنم، يستطيع أن يسبح الله: بارك يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. ردد هذه الكلمات بثقة، رددها بإيمان. أشكر الرب على غفرانه، أشكر الرب على شفائه، أشكر الرب على عطاياه، أشكر الرب على إحساناته، على بركاته. استمر بهذا الشكر، إنه إله الجود والعطاء. واضح داود بيتكلم عن تاريخ، لأنه مزمور 103 و104 مرتبطين ببعض، بيتكلم عن تاريخ شعب إسرائيل اللي اختبر النجاة من مصر، من أرض العبودية، منحهم الطعام والماء والصحة والإرشاد والقوة في البرية، وكان معهم كل الوقت. حقا أحبائي محتاجين أحيانا نشجع أنفسنا ونقول له: أسبحك، أباركك، أشكرك. شو رأيك اليوم نتعلم هاي اللغة الجديدة، نبتدي نسبح الرب ونشكر الرب على إحساناته وبركاته. لكن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف أشكر الرب على الخلاص وأنا مش مختبر الخلاص؟ كيف أشكر الرب على الشفاء وأنا مش مختبر الشفاء؟ كيف أشكر الله على الشبع والاكتفاء وأنا ما عندي شبع ولا اكتفاء؟ فشو رأيك اليوم تيجي ليسوع المسيح، قل له: يا رب أنا عاوزك أنت في حياتي، عاوزك تسود على حياتي،
وتكون ملك ورب على قلبي. وأنا اليوم عاوز أتبعك وأمشي وراك وأشكرك من أجل هالنعمة. على فكرة إذا الرب باركك شارك هذا المزمور واعمل شير حتى أكبر عدد ممكن يتبارك من خلال هذا التعليم. ربنا يكون معك.